هاي. جسم بيعرق بشكل عام ليبرد حاله، والعرق ما عنده أي ريحة. مصدر الريحة البشعة هو البكتيريا العايشة بالجلدة، ويلي بتتفاعل مع البروتينات والدهون الموجودة بالعرق. ديودورنت أو مزيل العرق بيتفاعل مع الريحة من خلال قتل البكتيريا يلي بتتفاعل مع هالبروتينات والدهون. أما الأنتي بيرسبرنت أو مانع العرق فبيسكر مسام الجلدة بواسطة الألمنيوم وبيمنع التعرق. بيستعمل الألمنيوم بصناعة الأنتي بيرسبرنت على شكل بودرة بنسبة 8-25%. دراسات الأخيرة أثبتت أنه دماغ مرضى الألزايمر بيحتوي على كمية مرتفعة من الألمنيوم مقارنة بالأشخاص العاديين، وتواجد الألمنيوم بنسب مرتفعة بالدماغ ممكن يسبب اضطرابات بالجهاز العصبي. دراسات أثبتت كمان أنه الجسم بيمتص الألمنيوم بشكل أفضل عن طريق البشرة، لهيك الاستعمال متكرر للأنتي بيرسبرنت يلي بتحتوي على مادة الألمنيوم بيزيد خطر الإصابة بالألزايمر بنسبة 60%. مين قال أنه من الأفضل استعمال أنتي بيرسبرنت خالية من الألمنيوم خاصة عند النساء لأنه ممكن يسبب بريست كانسر كمان؟ أنا قال، شوفكم بكرة.